داخل وخالد الدائل في مرمى رضا يشوت برا ضيعها رضا حسن زاد ضيع الضربة الترجيحية الأولى. شوف 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 مرة ثانية شوف مرة ثانية عالية برا الملعب عالية برا الملعب يعني اللاعب اللي ضيع ضربة ترجيحية يكون في موقف صعب لا شك. الآن حسن الحبشي حسن الحبشي ينفذ الضربة الترجيحية الأولى للهلال السعودي. رضا حسن زاد ضيع حسن الحبشي من الهلال الآن ينفذ الضربة الترجيحية الأولى للهلال. حسن الحبشي يتقدم يشوت برا أيضا برا 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 الملعب يضيعون يعني عادة الضربات الترجيحية الأولى عادة ما تسجل. شوف 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 حسن الحبشي لعبها برا الملعب أرضية رضا حسن زاد لعبها عالية. الآن الضربة الترجيحية الثانية الضربة الترجيحية الثانية للاستقلال الإيراني. صادق صادق وار داخل يلعب الضربة الترجيحية الثانية لنادي الاستقلال الإيراني. يعني كان شيء لم يكن الفريقين ضيعوا أولى ضربات ترجيحية. الآن الضربة الترجيحية الثانية للاستقلال صادق وخالد الدائل في مرمى صادق قدم صادق الآن يشوت أقول جول. الضربة الترجيحية الثانية يسجل من نادي الاستقلال هدف. الآن يوسف ثنيان ويوسف ثنيان يعني سجل هدف في الدور التمهيدي للهلال في مرمى الاستقلال وتسبب في تسجيل هدف التعادل للهلال أيضا اليوم. الآن الضربة الترجيحية يسجلها في مرمى أحمد رضا عابد زادة راح نشوف على العموم يوسف ثنيان من اللاعبين أتصور الذين لا يهابون مثل هذه المواقف فهو لاعب كبير وأمام حارس أيضا بخبرة ميدانية كبيرة أحمد رضا عابد زادة. يوسف ثنيان يوسف قدم شوت جول 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 ما يضيع سجل يوسف ثنيان ما يضيع. يعني هؤلاء اللاعبين الكبار لا يهابون مثل هذه المواقف ويعني يوسف ثنيان يسجل للهلال. التعادل لازال مستمر. مهدي ثنوني لاعب ايضا يملك الخبرة الكبيرة في الملاعب هذا مهدي ثنوني وخالد الدائل في مرمى. مهدي ثنوني تقدم شوت جول سجل ايضا مهدي ثنوني يسجل مهدي ثنوني الضربة الترجيحية الثالثة للاستقلال. شوف شوف كرة قوية يسجل منها مهدي ثنوني. احمد رضا عابد زادة في مرماه ويوسف جازع. يوسف جازع داخل بيلعب الضربة الترجيحية الثالثة للهلال السعودي. يوسف جازع واحمد رضا عابد زادة في مرماه
الكرة تكون تحركت شوية على العموم. يوسف جازع يعيدها يوسف جازع قدم الآن شوت جول 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 للهلال. يسجل يوسف جازع ضربة ترجيحية الثالثة للهلال. شوف يوسف جازع قوية على يمين أحمد رضا عابد زادة. عبد الصمد أدروبي والضربة الترجيحية الرابعة للاستقلال الإيراني ولا زال التعادل مستمر. كل فريق أضع ضربة ترجيحية. عبد الصمد أدروبي داخل يلعب الضربة الترجيحية الرابعة. أدروبي شوت برا برا الملعب برا الملعب برا الملعب. الآن آمال الهلال انتعشت. آمال نادي الهلال انتعشت إذا ما سجلوا ضربتين الترجيحيتين القادمتين. هذا يعني أنها راح تنتهي. منصور الأحمد منصور الأحمد والله أعصاب أعصاب. منصور الأحمد داخل يلعب الضربة الترجيحية الرابعة للهلال السعودي. منصور الأحمد منصور يتقدم يشوت جول 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 الهلال جول الهلال جول الهلال. شوف منصور الأحمد مرة ثانية يسجل الضربة الترجيحية الرابعة. عباس سرخاب إذا شوف إذا ما سجلها عباس سرخاب راح تنتهي على اعتبار أن الهلال السعودي مسجل ثلاث ومضيع واحدة. الاستقلال مسجل ثنتين ومضيع ثنتين. يعني فرصة الهلال السعودي الآن أفضل. والله منصور الأحمد يطالع الكاس. منصور الأحمد كابتن الهلال يطالع الكاس. وعباس سرخاب وخالد الدايل عباس سرخاب وخالد الدايل عباس يتقدم تنتهي أم لا. شوف عباس سرخاب يشوت